السلام عليكم ورحمة الله إليكم. الموقف الإخباري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن احتفال القوات المسلحة بالعيد 67 بمنطقة الفشقة وتكولي جاء تأكيدا على سودانية المنطقة. وقال البرهان في الاحتفال إن الخطوة تعتبر استعادة لكرامة الجيش والشعب السوداني في أعقاب تخاذل السياسيين في العهد البائد. وأتم خلال الاحتفال افتتاح كوبري واتكولي باعتباره أهم معبر لمنطقة الفشقة، إلى جانب شبكة الردميات التي تم تشييدها بواسطة سلاح المهندسين. وفي ذات السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك على مجاهدات أهل الشريط الحدودي طوال السنوات الماضية والعمل الكبير الذي قادته القوات المسلحة في عودة أرض الفشقة إلى سيادة البلاد. وأعلن حمدوك إقامة مشروعات استراتيجية حية تنهض بأهل المنطقة. اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على الأسس التي اعتمدتها اللجنة القانونية للحرية والتغيير في اختيار المرشحين لرئاسة القضاء. وأكد لدى لقائه بالقصر الجمهوري وفد اللجنة القانونية للحرية والتغيير حرص مجلس السيادة على إكمال الأجهزة العدلية. ومن جانبه أوضح عضو اللجنة نبيل أديب في تصريح صحفي أن اللجنة اطلعت عضو مجلس السيادي على الأسس التي تم اختيار رئيس القضاء، مبينا أن اعتبارات اللجنة في الاختيار جاءت متوافقة مع الاعتبارات التي سيتخذها مجلس السيادة في اختيار المرشحين. امتدح عضو مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور العلاقات السودانية الهندية والتواصل التاريخي والحضاري والقيم المشتركة التي تجمع شعبي البلدين. وأشاد لدى تشريفه احتفال سفارة جمهورية الهند بالخرطوم بمناسبة العيد الوطني لدولة الهند، أشاد بالنهضة التي تحققت في دولة الهند، مؤكدا حرص السودان على توسيع دائرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. نحن سعداء جدا انه لوقفه الاخوه السودانيين معنا في حضور هذه المناسبه، وسعداء ايضا انه حضر هذه المناسبه ايضا سيد صديق تاور عضو مجلس السياده، والوزير هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني، ونشكركم جزيلا. طبعا انا ايضا اريد ان اؤكد أن العلاقات الهندية السودانية هي تتجه في الاتجاه الصحيح. أكدت وزيرة العمل والإصلاح الإداري الدكتور تيسير النوراني أهمية تدريب وتحسين أداء العاملين بالدولة، وأضافت لدى مخاطبتها الدورة التدريبية لمسؤولية التخطيط بالوزارات المختلفة الذي نظمه المركز القومي للتدريب الأمانة العامة أن الخدمة المدنية مرت بأوضاع صعبة مما عطل دولاب الدولة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريب وتأهيل 1000 شاب وشابة من أجل تطوير الأداء المهني.
أكد وكيل النيابة مولانا أحمد عمر التيني المتحري الثاني في قضية الشهيد محجوب التاج طالب كلية الطب بجامعة الرازي أنه من واقع التحري، فإن أسباب وفاة المجني عليه تعود للضرب بالعصا والهروات الكهربائية من قبل مجموعة تزيد عن 5 أفراد من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات في أماكن متفرقة من جسمه. وأضاف في جلسة المحكمة اليوم أن عملية إسعاف المرحوم استغرقت وقتا طويلا فيما كان الشهيد ملقى على الأرض. سجل منسوب النيل الأزرق عند الحدود السودانية الأثيوبية 643 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب نهر عبرة 342 مليون متر مكعب. وأوضح البيان اليومي للجنة الفيضان أن المحطات التي سجلت مناسيب حرجة اليوم هي الخرطوم وسجلت 17.16 متر، وسجلت عبرة 16.6. ونبهت اللجنة في تقريرها المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة. سيرت مفوضية العون الإنساني قافلة دعم ومؤازرة لمتضرري المناطق المتأثرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية ومركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية لمتضرري السيول والفيضان لمناطق محلية الفاو بولاية القضارف. واشتملت القافلة على مساعدات إنسانية من مواد غذاء ومواد إيواء ومواد طبية. نهاية الموقف الإخباري، شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.